أحب أعرف الجميع وأديكم نبذة عن حياته. ليا الشرف والدي الشهيد اللي أفتخر بإنجازاته. في عز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماتة عرض حياته ألف مرة للضياع. ميستاهلش كره أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيت اللي اتحرم دلوقتي منه أهل بيت، وعشان أمنا بالقدر وبالشهادة قلت العبادة لأجل الوطن أفضل عبادة. اللهم لا اعتراضك ادي حاجة مكتوبة له، انا حبقى زيه مش هخاف هكمل المشوار بداله. في عز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماتة عرض حياته ألف مرة للضياع. ميستاهلش كره أبدا أو شماتة. وحتى أفكركم جميعا لو نسيته اللي